وللمزيد عن دعوات الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على دولة الاحتلال ينضم إلينا عبر سكايب من لوس أنجلوس السيد توفيق طعمة الكاتب والمحلل السياسي. سيد توفيق أهلا بك، وبداية دعوات الاستهجان الأوروبية تتصاعد بسبب تصعيد إسرائيل التوتر في منطقة الشرق الأوسط يعني، وأيضا على الهجوم على اليونيفيل. لماذا يصر نتنياهو على سحب اليونيفيل من الجنوب؟ ما العائق الذي تواجهه القوات أمام العملية الإسرائيلية في لبنان؟ نعم، تحياتي لك أستاذ أحمد وتحية المشاهدين الكرام. يعني إسرائيل تحاول والطلب طلبت من مجلس الأمن أو طلبت من الأمين العام لمجلس الأمن كوتيرس أن يسحب قواته أو قوات اليونيفيل من جنوب لبنان. أنا بتقديري كل ما تكون في دولة الاحتلال هي تحضر لاجتياح كامل للبنان، ولا تريد أن تكون هناك أي قوات قد تكون يعني في صدام معها في على الأراضي اللبنانية أو على الشريط الحدودي الفاصل بين لبنان وبين فلسطين، وبالتالي إسرائيل تريد السيطرة، تريد التوسع، وهذا من أهدافها اللي وضعتها يعني منذ بدء العدوان بشكل رسمي على لبنان، وأن إسرائيل تحاول من هذا أن فرض سياسي جديد على لبنان وتغيير المشهد السياسي في لبنان وأيضا تغيير أيضا المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تحدث عنه نتنياهو عندما بدأ باشرة وفي مواجهة في لبنان. لم يقتصر الأمر على عودة المستوطنين إلى أماكن سكنهم كما ادعى من هذه الحملة المواجهة مع حزب الله في لبنان، يعني تجاوزت هذه الأهداف، تجاوزت شيء آخر يعني كما قلت، هو اجتياح لبنان أيضا لعدم وجود أي عناصر حزب الله في منطقة الجنوب حتى الليطاني، وهذه الأهداف أهداف نتنياهو. السؤال أنه هل تستطيع أن يقوم بهذا يعني بهذا التوجه؟ أنا بتقديري من الصعب جدا على نتنياهو أن يقوم في هذا المواجهة في لبنان. نعم هناك دول تعترض، هناك أصوات أوروبية بدأت تتحدث، وأصوات منها طبعا كما قلت الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا الرئيس الفرنسي اللي أيضا أن هو على في مواجهة يعني مع نتنياهو عندما تحدث عن اليونيفيل، وطبعا الرئيس الفرنسي اعترض وقال لنتنياهو أن يعني أن إسرائيل أنشئت بقرار مجلس الأمن، وأن قوات اليونيفيل هذه كان هناك في قرار في مجلس الأمن، وطبعا رد عليه نتنياهو بأشياء مختلفة، ويدل على أن هناك تصعيد من الدول الغربية، لكن يبقى هذا التصعيد فقط مجرد حديث وكلام. إن لم يكن هناك اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، بتقديري أن نتنياهو لن يسمع لأي طرف للتراجع عن ما يقوم به. واتضح فعلا سيد توفيق يعني الخلاف بين الجانب الفرنسي والإسرائيلي يعني أصبح صوته عاليا في تصريحات ماكرون اليوم. ما الذي يمكن أن ينتج عن هذا الخلاف خاصة من دولة أوروبية بحجم فرنسا؟ يعني حتى الآن نسمع أنه خلافات كلها لفظية، خلافات إعلامية، خلافات مواقف. حتى الآن يعني فرنسا بيدها الكثير من الأوراق للضغط على نتنياهو يعني لوقف التصعيد في المنطقة، لوقف الأعمال ما تقوم به إسرائيل في لبنان وفي فلسطين، وأيضا في ضربة قادمة إسرائيلية لإيران، وهذا سيوسع من نطاق رقعة الحرب وسيشمل المنطقة، وقد تكون هناك حرب شاملة في المنطقة. الأوروبيين لهم مصالح كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، أيضا أمريكا الداعم الرئيسي لإسرائيل بكل في عدوانها المستمر منذ أكتوبر العام أكتوبر الماضي وحتى الآن، والولايات المتحدة توفر لإسرائيل جميع أشكال الدعم، وخاصة ما تحدث عن المنظومة الدفاعية اللي بعثتها لإسرائيل ولمواجهة الرد الإيراني إذا ردت إسرائيل.
وبالتالي نعم هناك أصوات، لكن هذه الأصوات تبقى حقيقة الأمر يعني خلاف يعني ليس له قيمة إن لم يكن هناك خطوات عملية تتخذها فرنسا ودول أوروبية أخرى التي هي احتجت، وأيضا بدأت أصوات ترتفع. إن لم يكن هناك شيء عملي من الصعب جدا وقف نتنياهو. نعم. طيب وزيرة الخارجية الفنلندية أيضا سيد توفيق يعني دعت أو قالت أن العقوبات التي من الممكن أن تطال أو وقعت أو فرضها الاتحاد على مستوطنين استولوا على أراضٍ فلسطينية، هل من الممكن أن نرى هذه العقوبات تطبق على مسؤولين إسرائيليين؟ إن هذه عقوبات فردية على بعض المستوطنين. أظن حدث الولايات المتحدة الأمريكية عن 2 أو 3 من المستوطنين اللي بيقوموا في الاقتحامات، بيقوموا في الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. فبتقديري أن هذه العقوبات على مستوطنين هذه الحقيقة لن تكون هناك لها أثر يعني لوقف عدوان ووقف الإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، لأن من يحرك المستوطنين هي الدولة، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي الذي يحمي المستوطنين خلال قيامهم في عدوانهم واعتداءهم اعتداءاتهم اليومية على الشعب الفلسطيني، وخاصة الآن في موسم الزيتون نلاحظ أن هناك الكثير من المستوطنين يمنعون المزارعين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم وقطف الزيتون. وبتقديري أن كل هذا الأمر إن لم يكن هناك عقوبات على رأس الهرم، رأس الهرم وبالتحديد على الحكومة الإسرائيلية وعلى وزير الأمن الإسرائيلي، وزير الأمن الإسرائيلي بن كفير وأيضا سموتريتش، هم من يمولون هذه الحملات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. فالحديث عن فرض عقوبات على أفراد، القصة هي ليست أفراد، إنما هو نظام دولي، نظام دولة إرهاب تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، نظام وزراء في حكومة نتنياهو يمارسون الإرهاب، وهذا يعني أن الدولة الحكومة تمارس الإرهاب. فالمفروض أن يكون هناك عقوبات على رأس الهرم وليس على الأفراد. أفراد لا تجدي، قد تضع يعني أنت عقوبات على شخص أو شخصين أو 10 أشخاص، لكن في الضفة الغربية أكثر من 700,000 مستوطن يقومون بالاعتداءات. أنا لا أقول أنهم 700,000، لكن جزء كبير منهم يعتدون يوميا ويوميا على الشعب الفلسطيني. كل أي عقوبات يجب أن تكون، يجب أن تفرض على من يمول هؤلاء المقطاع الطرق المستوطنين، يمول خاصة كما قلت وزراء الوزير الأمن أيضا ووزير المالية، وفرض عقوبات على حكومة نتنياهو. أنا بتقديري أيضا يعني كما قلت أن في يد الأوروبيين والدول التي المحتجة التي احتجت على سياسة نتنياهو أن تثبت يعني فعلا أنها هي جادة في فرض عقوبات، من خلال فرض عقوبات على إسرائيل بشكل كامل، ليس فقط على أفراد. الأفراد لن توقف حملات المستوطنين من الاعتداءات اليومية والإرهاب الذي يمارس ضد المواطنين الفلسطينيين. نعم، شكرا لك سيد توفيق طعمة الكاتب والمحلل السياسي.